ألم تهدد هشام بالقتل؟ مجرد كلام قيل في ثورة غضب، ولكني لم أقتل. لماذا تركت بيتك في مثل هذه الساعة من الليل؟ كنت قلقاً على الزيتون، خفت أن ينتهز أبو الوليد الفرصة فيدخل بالسيارة على أرضي. لماذا كنت تحمل بندقيتك؟ عادة عند كل الفلاحين. وشبريتك كذلك؟ أنا لم أكن أحمل شبرية. هل أنت متأكد؟ طبعاً. هل تمتلك شبرية؟ نعم. أين هي؟ بالدار. لقد قمنا بتفتيش الدار ولم نجد شيئاً. ربما ضاعت؟ ألم تحاول التخلص منها؟ ولماذا؟ أسألك جاوب. لا. بعد أن قتلت بها هشام؟ والله أنا لم أقتل هشام. إذن ما سبب إطلاق النار على هشام؟ حينما وجدت هشام مذبوحاً والدم ينزف منه، أحسست بين الأشجار بأحد فأطلقت النار عليه. هل رأيت أم أحسست فقط؟ أسألك جاوب، هل رأيت أحداً؟ كان الليل حالكاً وقد سمعت بين الأشجار هشهشة. ربما كانت من الهواء. ربما. إذن ما سبب إطلاق النار على هشام؟ أنا لم أطلق النار على هشام. ألم يحدث بينكما شجار أدى إلى قتله بعد أن كدت أن تقتله بالنار؟ لا، أنا وجدت هشام مقتولا فذهلت. ألم تره يقطع الزيتون ففقدت صوابك؟ لا، لقد فقدت صوابي حينما رأيت الأشجار مقطوعة، ولكني ذهلت حينما وجدت هشام مذبوح، هشام ابن عمي، ومهما بلغ الخصام بيننا فلن أقتله ولا يمكن أن أقتله. اسمع يا موسى، اللف والدوران لن يفيدك. لو اعترفت سيخفف الحكم. لا، أنا بريء من دم هشام. أنا لم أقتله، لم أقتله، ولم أفكر يوما في قتله. سأعطيك مهلة أخرى، غدا سأعيد فتح التحقيق على أمل أن تعترف. ما اسمك؟ مبارك حسن المبارك. يا مبارك حسن المبارك، هل سمعت موسى يهدد هشام بالقتل؟ في الحقيقة أنا لم أسمع، ولكني سمعت هشام يقول أن موسى هدده بالقتل. طيب ماذا تعرف عن الموضوع كله؟ الموضوع كله مثل الحلم. أراد أبو الوليد شراء أرض موسى، صمم هشام على البيع، اختلف هو وموسى وكل منهما ركب رأسه. وبعدين؟ هذه هي القصة. وفي ليلة الحادث ماذا رأيت؟ خرجت إلى الحارة فوجدت أهل البلد في الحارة، سرت معهم حتى وجدنا هشام مذبوح والزيتون مقطوع. هل سمعت صوت طلقات نارية؟ طلقات سمعت. كم طلقة؟ في الحقيقة أنا لم أسمع، ولكني سمعتهم يقولون أنهم سمعوا صوت طلقات. من؟ أهل البلد. شكرا. سمعت 4 طلقات. 4 طلقات؟ نعم. أين كنت عندما سمعت صوت 4 طلقات؟ كنت نائما. كيف تسمع وأنت نائم؟ في الحقيقة يا بيك، إن أم الأولاد سمعت عيارين فأيقظتني، وبعدها بدقائق سمعت عيارين. ماذا كانت تعمل أم الأولاد عندما سمعت صوت العيارين؟ كانت نائمة. كيف تسمع وهي نائمة؟ والله يا بيك لم أسألها. شكرا. لا يا بيك، عيارين فقط. أين كنت ساعة إطلاق النار؟ كنت على وشك النوم. عيارين؟ نعم، وبالبندقية موسى.
وكيف عرفت انهم من بندقية موسى؟ هي لما اندفعت الى الخارج وجدت المختار وكان الخوف باديا عليه، وفجأة ظهر بيننا موسى وكان مذهولا فلمست بندقيته وجهي، وساعتها قال المختار: فعلتها يا موسى؟ هل كان المختار يتوقع جريمة؟ أنا سمعت موسى يهدد هشام ونقلت الكلام إلى المختار، كنا جميعا نتوقع مأساة. شكرا. يخلف عليك. الحق حق يا بيك، أنا شاهدت المسكين موسى بيجري ناحية البيت والدم بملأ إيديه. كم عيار نار سمعت؟ اثنين. اثنين ولا أربعة؟ والله يا بيك يمكن أربعة لكن ماني متأكد. هل كان موسى يمتلك شبرية؟ نعم. هل كانت معه ليلة الجريمة؟ والله يا بيك ما نعرف. ألم يحاول التخلص منها؟ يا بيك إن بعض الظن إثم. شكرا. السلام عليكم.